اهلا بيكم معايا في حلقه جديده من اميره في المطبخ على سي بي سي سفره، معاكم على الهواء ان شاء الله من 4 ل 5. مستنيه كل تليفوناتكم على 236 الاس ام اسز على 92173، الخط الارضي على 0900936. النهارده عندنا حلقه خاصه بالطواجن، هنعمل اربع انواع طواجن، ثلاثه منهم حادق وواحد حلو، وهنحاول على قد ما نقدر زي ما احنا متعودين في النص الثاني من الشهر وعامة في الفترة دي ان احنا بنقلل من اللحوم قدر الامكان وبنقلل من المصاريف بقدر الامكان. فاحنا هنعمل طاجن لسان عصفور بالعدس، ده أرديحي ما فيهوش اي لحوم، وهنعمله بالزيت عشان ما يبقاش فيه ينفع صيامي. هنعمل واحد باللسان عصفور واللحمة، وما رضيتش استخدم لحمة بتلو، استخدمت لحمة مفروم عشان برضو نقلل شوية من المصاريف. بعد كده عندنا حمام بالفريك، مستخدمين حمامتين فقط لا غير، وممكن تستبدلوهم بفراخ أو بأي حاجة تانية، وطاجن الفريك ممكن كمان يتعمل لوحده. وبعد كده هنعمل رز معمر حلو. طيب تعالوا نشوف هنعمل ايه. اول حاجة هنعملها هنبدأ بلسان العصفور باللحمة. عندي لسان عصفور، في نوعين من لسان العصفور، نوع بيبقى طويل الحباية بتاعته جاية طويلة كده زي البسمتي، وفي الحباية اللي هي بتبقى صغيرة زي الرز. في الطواجن دايما انا بفضل الطويل، وده شكلا فقط لا غير، لكن كله هينفع. ما عندناش لسان عصفور، عندنا مكرونة اوكي، عندنا شعرية اوكي، اللي موجود رز كمان ماشي الحال. طيب لسان عصفور، لحمة مفرومة، بصل مفروم، طماطم مقشرة كونكاسي، يعني واخدة دقيقة كده في مية سخنة وطلعت اتقشرت، ومعلقة كبيرة من الصلصة او معجون الطماطم، كوبايتين عصير طماطم، ملح وفلفل، حبهان بودرة، سكر، جوزة الطيب، قرفة، زبدة ومية. ينفع زيت؟ طبعا ينفع زيت. طيب اول حاجه هعملها هاخد اللسان عصفور بمعلقه زيت هنا، ليه؟ عشان ما يعجنش. انا ممكن احطه كده زي ما هو لكن هيعجن، فانا افضل ان انا دايما الف لفه كده في الزيت. فادي لسان العصفور وادي الزيت. بعد كده هاخد هنا مكعب زبده، هحط معاه البصل، قرفة، حبهان على طرف المعلقة من كل الأنواع، جوزة الطيب، نقلب كويس جدا، وبعدين هنزل اللحمة. واحنا متفقين ندي بس ملح وفلفل قبل ما ننسى، إن اللحمة بنقلب كتير جدا بالطرف بتاع الاسباتيلا او المعلقه عشان نكسرها من غير ما نضغط عليها بظهر المعلقه وننزل كل العصاره وكل الميه اللي فيها اهو. لحد ما تستوي يا منى. الو منى، ازيك؟ ازيك يا مدام، اخبارك ايه؟ بخير الحمد لله. الحمد لله حبيبتي، امور يا منى. معلش انا عايزه حاجه صغننه. اتفضلي. قولي لي على عصير اعمله للضيوف لما يجي لما يجوا عندي، بس يكون عصير حلو، حاجه جديده وتكون جميله. عينيا، عندك ايه في البيت؟ حاليا لا، انا ما عنديش دلوقتي عزومات. طيب. بس انا لسه متجوزه وعايزه اعمل. حبيبتي خلاص فهمت، حاضر. عينيا شكرا، حاضر من عينيا الاثنين. طيب اسهل حاجه بقى للناس اللي لسه متجوزه وبيبقى عندهم ناس كتير دايما عامر كده رايحين جايين عشان يباركوا، اسهل حاجه الفاكهه اللي بتتشال في الفريزر. يعني اجيب شويه موز اقشرهم اقطعهم مكعبات واحطهم في كيس وارفعهم في الفريزر، شويه من الجوافه واشيل القلب بتاعها واقطعها اربع ارباع واشيلها في الفريزر، شويه من الفراوله، كل ده في الموسم بتاعه دلوقتي ففرصه، وبرده انضفها كويس جدا، اشيل منها العنقود واشيلها في الفريزر، فبقى عندي مجموعه من الفاكهه متشاله في الفريزر. اول ما ضيف يجي لي الكيس زي ما هو كده متجمده، اقوم حاطه فكه الكيس، حاطه الفاكهه جوه الخلاط
وعاملة منها عصير. الموز ممكن نديله كاكاو، وممكن نديله شوية لبن يكون ممتاز. الفراولة هنديها شوية آيس كريم فانيليا معاها شوية لبن ممتاز. الجوافة يا عيوني في الفريزر بدون أي إضافات، تتغسل وتتشال في الفريزر زي ما هي كده. وبعدين الجوافة هطلعها أديها شوية كريمة وشوية لبن فانيليا وسكر، وبديها عصرة ليمون. يبقى الفراولة هديها آيس كريم فانيليا ولبن، الموز هديله لبن وجوزة الطيب وقرفة أو صوص كراميل، أو هديله لبن وكاكاو. الجوافة هديها شوية كريمة وشوية لبن، وبديها عصرة الليمون فانيليا وسكر. دي أسهل طريقة لأي حد عايز إنقاص كده في السريع. طيب باكو بسكوت اللي هو اللي بالشوكولاتة بتاع الولاد ده، اللي محشي بالكريمة، معروف قوي، في منه نوعين، نوع مستورد ونوع مصري. هنحطه في الخلاط، ونحط معاه آيس كريم فانيليا، ونحط معاه شوية لبن. بقى شيك مليون، بقى فكرة مليون فكرة من هذا النوع. من الفاكهة اللي بتتشال برضو في الفريزر وبتبقى كويسة جدا الخوخ، بيبقى حلو جدا برضو للوصفات دي. وهنحط له برضو آيس كريم فانيليا، يبقى شيك. فوصفات سهلة وسريعة ومتوفرة يعني ايه كده في الفريزر. ادي اللحمة بدأت تخش في السوى، اقوم بقى منزلة عليها الصلصة، الطماطم الكونكاسيه، السكر، شوية عصير طماطم مع الشكر، بس خلاص كده. تقلبتين يخشوا مع بعض، في نفس الوقت احنا بنقلب لسان العصفور عشان ياخد تغليفة من الزيت اولا، وحرارة عشان ما ينزلش النشا اللي فيه ويطلع لي الطاجن عندي منشي، وفي نفس الوقت طبعا طعم لطيف اهو. مش عايزه اغمقه ولا حاجه، بس عايزه اتاكد ان كل وحدات او الحبات بتاعه لسان عصفور اتغلفت بالزيت. يا مدام يسر صباح الفل. صباح القشطه، ازاي حضرتك يا مدام يسر، عامله ايه؟ والله بشكرك يا ميرو، انت احسن شيف في القناه. ربنا يخليكي يا رب، البركه في زمايلي واساتذتي، الله يكرمك يا رب. انا بقول على مسؤوليتي الخاصه. ربنا يخليكي يا مدام يسري، تسلمي لي يا رب. كفايه انك انت اولا بتوصلي لنا المعلومه وما بتستخسريش فينا اي تركات. الله يبارك لك بجد والله العظيم. ربنا يبارك لك. تسلمي لي يا رب ويبارك لك، زي ما بتسعديني بكلامك يا رب. ربنا يخليك يا مدام يوسف. والله العظيم انت احلى شيف يوصل معلومه. كتر خيرك. بامانه اموري يا مدام يوسف، اموريني. حطيت لك الحريره مش ناسياها، حطيتها لك في الحلقه بتاعت الشربات الاسبوع الجاي، صح يا رضوى؟ بكرة. ما شاء الله، ما هذه السرعة. شكرا يا ريهام، شكرا يا رضا. بكرة إن شاء الله، والمنيو بتاع شهر 3 حطاه لحضرتك في البرياني، ما تقلقيش خالص. طيب أنا أحبك وأموت فيكي ولا لأ؟ خليكي يا رب، كتر خيرك يا مدام يسر والله. تسلمي لي يا مدام يسر، كتر خيرك، نورتيني وشرفتيني، كتر خيرك يا مدام يسر. أنا بس هرفع ده وأجيب ده هنا عشان إيه، هنا أسرع، وخلاص بدأ ياخد اللون، فمش هينفع حتى أمشي وأسيبه يعني. هو تقلبتين وشكرا، وجبت الطاجن وخلاص. يبقى عملنا ايه؟ نراجع مع بعض. معلقه زيت حطينا فيها لسان العصفور وشوحناه لحد ما بقى لونه ذهبي فاتح زي ما انتم شايفين كده. في الووك الثانيه حطيت زبده، ملح وفلفل، قرفه وجوزة الطيب، حبهان بودره، نزلت عليهم البصل المفروم، بعد كده نزلت عليهم اللحمه لحد ما اتعصجت، بعد كده اديتها الطماطم الكونكاسيه او المبشوره من غير القشر لو انتم عايزين، صلصة طماطم، عصير طماطم وسكر، وآدي لسان العصفور. طيب هل ينفع يا أميرة أن أنا أسوي على النار؟ آه ينفع يا عفاف. مساء الفل يا حبيبتي. مساء القشطة يا مدام عفاف.
ازيك يا روح قلبي؟ ازي بجد حضرتك؟ بجد انت انسانه ممتازه، ربنا يبارك لك. ربنا يخلي حضرتك يا مدام عفاف، كتر بجد خيرك. تسلم ايدك في كل حاجه بتعمليها، كل حاجه بتعمليها حلوه. تسلمي لي يا رب، كتر خيرك. يا رب اموري يا مدام يخليك يا عفاف. بنتي، وربنا يحسن ما بين ايديك يا رب. اللهم امين، ربنا يديك الصحه يا رب. تعيشي يا حبيبتي. انا بس عايزه اقوم اعمل غدا، فانا عندي فراخ مسلوقه كميه، عايزه اعملها شاورما، وعندي عيش تورتيلا. طب هايل، فبعد اذنك تقولي لي اعملها ازاي حالا مع بعض دلوقتي. اقول لحضرتك تعمليها ازاي؟ ميرسي يا روح قلبي، نورتيني وشرفتيني. خالص شرف ليا، كتر خيرك. عيش حبيبتي، تسلمي لي يا رب. شويه ميه صغيرين قوي عشان اللسان عصفور. انا دايما بقول لكم اي حاجه فيها مكرونه، لسان عصفور، شعريه، رز، لازم تاخد نقطة مية مع العصير، مع الشوربة، مع اللبن، مع الكريمة، لازم تاخد نقطة مية علشان أضمن إنها تستوي من غير ما تبقى مخرزة من جوه. ده هيخش الفرن، وانتوا هتطلعوا فاصل وترجعوا نجاوب على الأسئلة ونكمل بقية التواجد بتاعتنا. استنونا. اهلا بيكم بعد الفاصل. طيب الطاجن الاولاني اللي هو لسان العصفور باللحمه المفرومه دخل الفرن. تاني طاجن هنعمله مع بعض هيكون فريك بالحمام، وهنجاوب على السؤال بتاع الشاورما. بس نبدا كده في الوصفه الاول عشان وقتنا ما يسرقناش. طيب المكونات عباره عن فريك. انتوا عارفين ان انا الفريك والرز بفضل دايما ان انا انقعهم في ميه دافيه وبنقعهم او سخنه، وبتكون الميه على قدهم بالظبط عشان يشربوها. فيبقى انا كده اولا قللت مده السوى، ثانيا ما اخدتش من الفايده بتاعتهم في الميه ورميتها. فعندي فريك هنا مغسول كويس جدا، متنقي و منقوع في ميه سخنه ومتصفي. حمام او سمان او لحمه او فراخ او بط او من غير لحوم خالص، اي نوع لحوم هتمشي بنفس الطريقه اللي احنا هنعملها، فالمتوفر عندكم اعملوه. عندي الفريك والحمام والصلصه، طماطم مبشوره من غير القشر بتاعها، ملح وفلفل، سكر، قرفه، بصل مفروم ناعم، ميه او مرقه للتسويه اللي موجود، وزبده. طيب هنعمل ايه؟ اول حاجه هنا هاخد رشه القرفه، وهاخد رشه ملح، ورشه فلفل اسود، وهحط الزبده هنا، وهتاكد ان التتبيله وصلت للحمام من الناحيتين باني احطه فوق بعضه كده عشان تتبل من الناحيتين. وعندي هنا مقص اشيل بيه، انا ما بحبش دول، ما بحبش شكلهم بصراحه. وهنزل في الزبده على الجنب او الناحيه اللي فيها الجلد الاول، واتاكدت كده ان الحمام نظيف وانه متبل من الناحيتين كويس جدا. انزل هنا، وبعدين يا مريم. الو، ازيك يا مريم؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ الحمد لله، كله تمام. امور يا مريم. حضرتك انا بعمل كيكه لا تطلع نفسه ومش مستويه، لا تطلع مفلقه. طيب الفرن بتاعك عالي يا مريم، الكيكه لما تفلق تبقى الفرن عالي، ولما تطلع من جوه ناشفه او من بره ناشفه يبقى فرنك عالي. ففي الحالتين انت فرنك عالي يا مريم، وطي الحراره بتاعت الفرن شويه هتلاقي الكيكه ظبطت معاكي. العيبين دول عيب فرن عالي. بصوا يا جماعه، انا هنا اخدت لون على الناحيتين من الحمام. اللي هعمله ان انا هرفعه في طبق دلوقتي، وفي نفس الطاسه انا يدوبك شمعته بس، ولا سويت ولا اي حاجه. في نفس الطاسه دي هقوم منزله البصل، وهدي ملح وفلفل وقرفه تاني للكميه بتاعت الفريك، لان انا حطيت على قد الحمام. يبقى ملح وفلفل وقرفه
مع البصل في بقيه الزبده بتاعت الحمام، وعشان كده انا كنت حاطه كميه كبيره من الاول عشان عارفه اني هكمل بيها الوصفه. وبعدين انزل الفريك مغسول كويس جدا منقوع في ميه دافيه، تشويحه واحده تحميصه كده برضو، اتاكد انه اخد الطعم والزبده غلفته من غير ما ينشف. اقوم منزله عليه الطماطم المبشوره، عايزين تحطوا فلفل حامي فلفل رومي مفيش مشكله خالص، بيبقوا حلوين قوي معاهم برضو. معجون طماطم او صلصه طماطم، طبعا سكر طالما حطينا الطماطم، تقليبه بس يا دوبك، خلاص كل المكونات دخلت في بعضها شكرا. شوربه او ميه، انا هحط الاثنين وانتوا هتحطوا المتوفر عندكم مفيش مشكله خالص. ينفع نكمل على النار وما نشغلش الفرن؟ اه ينفع. ينفع نزود صلصه عن كده ونخليها حمراء قوي يعني لونها احمر غامق؟ اه ينفع. عقبال ما هي تاخد الغلوه اجيب انا الطاجن. هحط نص الفريك تحت، بصوا اهو غلي، انا كده الحراره عندي مظبوطه، اقدر ابتدي ايه اجمع الطاجن بتاعي. نص الفريك تحت والحمام في النص والنص الفريك تاني فوق. عايزين تخلوا الحمام على الوش براحتكم مفيش مشكله، بس انا احب اعمل كده عشان اتاكد اولا ان الحمام استوى، ثانيا عشان الحمام ما ينشفش من الحراره بتاعه الفرن، لانه انا اساسا مشوحاه وهو ما بياخدش وقت سوى قوي فعشان ما ينشفش مننا. وعلى الفرن وشكرا. الوصفه دي كده برضو خلصت، هيخش الفرن لحد ما يستوي وخلاص. نجاوب بقى على الشاورما، معانا وقت نجاوب على الشاورما. بسم الله دخلت بس الفرن. اوكي اهو، ونشغل الفرن من فوق ومن تحت كده. اوكي، وهسيبهم ياخدوا ويدوا مع نفسهم. معانا وقت نجاوب على الشاورما ولا وقتكم ايه؟ اه ناخد منال طبعا، وبعدين لما نرجع نجاوب. حاضر عينيا يا منال. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا منال؟ الحمد لله رب العالمين. اتفضلي حبيبتي اموري. انا ممكن يعني انا عاوزه اشتري طاس او وقفه، عاوزه يعني اعرف خامه كويسه عمليه وكويسه يعني صحيه. جرانيت هايله يا منال، الاصناف اللي انت عايزاها يعني جرانيت هايله والسيراميك هايله، بعد كده يجي بعدهم التفلون بالترتيب اللي انا قلته لك ده، جرانيت سيراميك وبعدين التفلون. هايلين، التركي كويس جدا جدا والكوري كويس جدا جدا حسب امكانياتك. تعالوا بقى نطلع فاصل ونرجع نشتغل في الصنفين اللي فاضلين عندنا ونجاوب على الاسئله. استنونا. اهلا بيكم بعد الفاصل. دخلنا الاثنين طاجن معانا الفرن، انا حابه ان انتوا تشوفوهم. انا زودت شويه ميه في الفاصل على فكره للطاجن اللي تحت اللي هو لسان عصفور اللي باللحمه، اطلعه لكم سنه. حاضر. زودت عليه نقطه ميه يعني قد ربع كوبايه ميه كده، لان حسيت انه كان نشف، هو استوى خلاص بس حسيت انه ناشف قوي، فاديته ربع كوبايه ميه، هسيبه خمس دقائق كمان. والطاجن اللي فوق شغال كويس جدا مفيش اي مشكله خالص. اوكي، هنسيبهم بقى ياخدوا بقيه تسويتهم ونظبط بقى الفرن بس عشان ما نبقاش ايه سرحانين، وهنسيبهم يكملوا سواهم. اذا حبيتوا ان انتوا تغطوا الاول شويه وبعدين تسيبوهم يتشربوا وبعدين ترفعوا الغطا مفيش مشكله خالص. دلوقتي هنعمل صنفين مع بعض من الطواجن. صنف هنعمله صيامي، هنستخدم فيه لسان عصفور، عدس بجبه، وثوم مفروم، كمون، زيت زيتون او زيت ذره،
وعصير طماطم او صلصة طماطم اللي يريحكم. اوكي، ده اول صنف. تاني صنف هنعمله هو الرز المعمر. مش هقول لكم مقاديره دلوقتي لاني مش هبدا فيه دلوقتي، بس عايز اعمل معاكم خطوه مهمه جدا وحابه ان انتوا تشوفوها. ده رز مصري مش مغسول. الرز المعمر يفضل انه يتعمل برز مش مغسول زي الرز بلبن كده عشان ينزل النشا بتاعه ويبقى منشي. اوكي، لو النوع اللي انا بستخدمه مش ضمناه 100% ان انا استخدمه من غير غسيل، يبقى شطفه خفيفه بنزل الوساخه والتراب وبسيب بقيه النشا، ما بقعدش اغسل لحد ما الميه تبقى شفافه زي ما بنعمل للرز المفلفل، لان ده عكسه تماما، عايزين النشا. فانا دلوقتي ميه سخنه عليه وهو مش مغسول او يا دوبك مشطوف، وهسيبه مش هشتغل فيه دلوقتي، بس انا كنت حابه ان انا اعمل الخطوه دي معاكم واقول لكم المعلومه دي. نرجع هنا، هحط ووك على النار، لسان عصفور، عدس بجبه، ثوم مفروم، كمون، ملح وفلفل طبعا، عصير طماطم، وزيت، زيت ذره، زيت زيتون، المتوفر عندكم استخدموه مفيش مشكله. ادي شويه الزيت اهم، معلقه واحده، وهاخد عليهم لسان العصفور. ونخلي بالنا ان العدس اللي انا مستخدماه في الوصفه دي عدس مسلوق نص سلقه، معلومه مهمه جدا، لانه لسان العصفور هيستوي بسرعه جدا والعدس هيكون لسه ما استواش، فاحنا مدينه غلوه على النار بميه من غير ملح. ادي لسان العصفور. طيب الرز اللي عندي هنا للرز المعمر المفروض اسيبه يتنقع في الميه السخنه دي، نقول نص ساعه، نقول ساعه الا ربع ساعه، يعني من نص ساعه لساعه حسب الوقت اللي عندكم. بعد ما اسيبه يتنقع الساعه دي برفعه بميته، ما بغيرش الميه، انا محتاجه النشا، برفعه بميته على النار هنا بالميه اللي انا نقعته فيها عشان اخد النشا كلها، وبرفعه على النار. طيب اي حاجه مسكره انا بعملها بسلقها على النار لحاجه مسكره زي القمح مثلا للبليله، ايا كان، الرز للرز بلبن، لازم بحط معاها معلقتين سكر وقت السلق، بيفرق في طعمها جدا جدا. يا اميره، الو، سعيد، ازيك يا اميره؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذه اميره؟ اخبارك ايه حبيبتي؟ الحمد لله، انت عامله؟ الحمد لله حبيبتي، في نعمه الحمد لله. اتفضلي. عاوز اعرف الكبسه. الكبسه، حاضر، عينيا، ممكن تشوفوا لنا الكبسه وايه تاني؟ قولي يا اميره. والمكرونه بشاميل. والمكرونه بشاميل، حاضر، شوفوا لنا الكبسه لو سمحتوا. طيب الملحوظه هنا بقى، انا حاطه ميه على قد الرز بالظبط، ولو انتوا سبتوه يتنقع مده اطول الميه دي هتلاقوها اقل شويه لان الرز هيشرب كميه منها، وده مقصود. انا مش عايزه احط هنا ميه كتير، ولما هاجي هزود هزود شويه صغيرين جدا بشويه صغيرين جدا لحد ما الرز يستوي، وهفضل اقلب فيه كتير. ليه؟ عشان عايزاه ينزل كل النشا اللي فيه، وعايزاه يبقى مش معجن بس يبقى منشي. فاللي هعمله ان انا بحط ميه قليله جدا بميه قليله جدا، واللي هعمله اني بحط بقلب كتير جدا وما بغسلوش عشان احافظ على النشا بتاعه. طيب الرز ده عكس الرز المفلفل تماما، ما بستخدمش فيه ميه سخنه، يعني انا طبعا لما هكون نقعته نص ساعه هتكون الميه بردت، فبرفعه بميته البارده، ولما باجي بنزل ميه بعد كده ربع كوبايه بربع كوبايه بتبقى ساقعه، يعني من الحنفيه مش ميه سخنه. ليه؟ عشان تفضل تنزل لي في النشا بتاعه. اوكي، هسيبه بقى مع نفسه خالص خالص، مش هشغل بالي بيه دلوقتي، بس انا قلت لكم كده كل الايه الملاحظ المهمه بالنسبه لي. يعني هنا عندي معلقه زيت معاها، مع الشكر، الكبسه معاكي اهي يا اميره. بنجيب الفراخ بنقطعها بنديها كل التوابل، بنشوحها كويس جدا على النار، بننزل عليها كل الخضار بنشوحها كويس جدا، بنديها شويه ميه ونغليها غلوتين، وبعدين ننزل لها الرز، وبعدين نقلبهم مع بعض ونقدمها وقت ما يستوي. او تشيلي الفراخ بعد ما تديها الغلوتين، تحطي الرز وتقلبيه مع الخضار، وبعدين تحطي الفراخ على الوش، وطبعا بتظبطي السائل بتاع الرز لما بتحطيه. انا هنا عندي لسان العصفور بدا ياخد اللون، فاقوم بقى منزله
الثوم المفروم، رشة كمون بسيطة خالص على طرف المعلقة، رشة فلفل اسود، ملح، نقلب بس اشم ريحة الثوم من غير ما يغير لونه. هقوم منزلة العدس وصلصة الطماطم. يا ام يوسف. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مس اماه؟ ازيك يا حبيبتي، عاملة ايه؟ بحبك قوي من زمان. ربنا يخليك يا رب. اموريني يا ام يوسف. ممكن بس حضرتك تقولي لي على صوص الشوكولاتة؟ حاضر. صوص الشوكولاته عايزه تغطي بيه ايه، كيكايه ولا عايزه تحطيه على ايه؟ اه لا عايزه اغطي بيها كيكات. عايزه مثلا اخليه عندي في برطمانات. حاضر. احطها في الثلاجه. عينيا الاثنين. معلش بس بالله عليك وقت. تأمريني حالا حالا يا حبيبتي. كوبايه من الكريمه السخنه، بحط الكريمه لحد ما تسخن، مش تغلي تسخن، بقوم منزله عليها كوبايه من الشوكولاته المبشوره، اي نوع شوكولاته، خام مش خام، اللي انتوا عايزينه. وبعدين اول ما بنزلها وهي على النار بقوم رفعها من على النار على طول، وافضل اقلب في الشوكولاتة لحد ما تسيح، وبقى عندنا صوص الشوكولاتة او جناش الشوكولاتة. بس كده. هنا حطينا معلقة الزيت، شوحنا لسان العصفور بقى لونه ذهبي، نزلنا عليه ملح وفلفل وكمون وثوم مفروم تشويحتين، شمينا ريحه الثوم من غير ما نغير لونه، نزلنا العدس المسلوق نص سلقه، قلبنا تقليبه الاول بالعدس، بعد كده نزلنا عليه عصير الطماطم، ولازم هحط معلقتين ميه. عندك حق. حاضر. تعالوا نشوف الفرن. الفرن شغال كويس جدا، يعني لسه معانا شويه وهنطلعه واحنا في الفصل ان شاء الله. شكرا. هنا اديناه نقطة المية. ينفع نسوي على النار؟ ينفع. ينفع ندخل في طاجن في الفرن؟ ينفع، بس لسه لازم اخد منه غلوة، يعني قبل ما ادخل الفرن لازم اخد غلوة هنا الاول وبعدين احط في الطاجن وادخل على الفرن. بصوا بقى نتيجة اللي انا بقول لكم عليه في الرز، بصوا النتيجة عاملة ازاي اهي، دي النتيجة اللي احنا عايزينها. بصوا الرز طبعا لسه ما استواش، بس بصوا بقى عامل ازاي، مندغ مش معجن، مندغ. يا اهلا يا اهلا، الدنيا نورت والله. اهو مندغ مش معجن اهو. افضل بقى اديله نقطه ميه زي ما عملت كده من الحنفيه في نقطه ميه، وافضل اقلب 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 ناري هاديه خالص لحد ما الرز عندي يستوي ويبقى ناعم خالص طري خالص. اوكي، عشان كده انا بدات يعني ايه قبل بسيجمنت عشان الحق اوريكم بصوا النتيجه. عشان الحق اوريكم النتيجه دي مهمه جدا بالنسبه لي الخطوه دي تعرفوها. زي الرز بلبن لحد كده، احنا زي الرز بلبن بالظبط. ها يعني احنا زي الرز بلبن العادي على بالظبط من غير اي اختلافات. بصوا دي خلاص اخذت غلوتها، نجيب بقى الطاجن نحط فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. هنطلع اللي في الفرن وندخل ده بدائله. بس ثواني بقى كده عشان خطوة الفرن دي خطوة ايه جريئة. بسم الله. اوكي اهو كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ممتاز. بصوا على ده كده ممتاز، والتاني هيخش الفرن بداله. دي وصفات سريعة على فكرة، ما هياش وصفات بتاخد غلبة ولا وقت، ما هياش مكلفة، و النتيجة بتاعتها ممتازة. اوكي طيب هنعمل ايه؟ هحط بقى هنا طاسة هنزل فيها المكسرات مع نقطة زبدة، مش نقطة يعني، معلقة، معلقة زبدة مع المكسرات على النار. وهنا هحط الزبيب
واحط معاه شويه ميه سخنه صغيرين. موارد بقى، مظهر، قرفه، فانيليا. شوفوا انتوا عايزين تطعموا الرز بايه، حطوه هنا مع الزبيب. انا طبعا هستخدم قرفه، انتوا تقدروا تستخدموا اي حاجه انتوا عايزينها. بصوا الرز قبل ما اقلب، بصوا شرب الميه، بصوا كميه النشا، هي ده هو ده اللي احنا عايزينه بالظبط، هي دي كميه النشا اللي احنا بندور عليها. نقلب تاني كله في بعضه اهو، ونديله نقطه ميه كمان من الحنفيه مش سخنه، وهفضل اقلب فيه وانا في الفاصل وازود له نقط من الميه كده. هنا الزبده هدي تشويحه للمكسرات فيها، وهتطلعوا فاصل وترجعوا لنا، استنونا. يا اهلا يا اهلا. طيب هنا بصوا الرز برضو النتيجه عامله ازاي، لسه انا ما وصلتش للنتيجه اللي انا عايزاها، بس انا بوريكم كل شويه قد ايه هو بيبتدي الحبايه بتاعته تكبر والنشا بتاعه ينزل، لونه يبيض اكتر ويبتدي يبقى اطرب كتير. لسه شويه ميه كمان. قبل بقى ما احط الميه دي هعمل ايه؟ هحط الزبيب اللي انا نقعته في ميه دافيه، ومعاه المنكه اللي انا عايزاه، قرفه، حبهان، اسمه ايه ده، ميه ورد، ميه زهر، فانيليا، اللي انتوا عايزينه اهو. وهسيبه هنا ياخد ويدي مع نفسه، والمكسرات احنا شوحناها بمكعب الزبده اهي معانا. وهنا معلومه مهمه جدا، حطينا الرز بالميه اللي نقعناه فيها، الميه ساقعه او يعني في درجه حراره الغرفه، وكل الميه اللي بنزلها له في درجه حراره الغرفه الحراره على الهادي خالص، تقليب كتير جدا مستمر، ربع كوبايه ميه بربع كوبايه ميه، ومعاهم سكر في الاول عشان طعم الرز ما يطلعش عادب وفاصل عن السائل اللي احنا هنجهزه له دلوقتي. لبانه، جوز هند، سكر، لبن، كريمة، قشطة، وش اللبن، قشطة من عند اللبان اللي موجود، قشطة علب اللي موجود، وعلى النار. حطينا ايه هنا؟ لبن، كريمة، قشطة، جوز هند، سكر. هنا حطينا الزبيب ومعاه القرفة، اذا كان كده اوكي. شوية مية اهو، النار مش شغالة ما شاء الله، يلا حصل خير اهو. وقلب. طيب لازم ده يبقى ثلاث ارباع سوا قبل ما ادخله الفرن، ثلاث ارباع سوا، قبل كده ما ادخلوش اهو. نقلب بقى الخليط الرهيب اللي احنا عملناه ده، ونقول بقى نجاوب على السؤال بتاع الشاورما عشان قبل ما تقولوا لي اختمي. احنا هنجيب البواقي الفراخ اللي عندنا المسلوقه، هنشيل منها الجلد والعظم وهنعملها نساير، وبعدين هجيب على النار معلقه من الزيت، هنزل فيها الفراخ، هحط معاها ملح وفلفل، هحط معاها بهارات شاورما لو عندي، هحط معاها مستكة وحبهان، وقلب كويس جدا 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 من غير ما تنشف مني، بس تاخد الايه الطعم بتاع المنكهات دي، ولو حابين تحطوا زبده حطوا زبده. بعد كده هقوم مقطعه شرايح من البصل رفيعه جدا، بقدونس مفروم، طماطم شرايح رفيعه جدا، واقوم منزلاها عليهم، واجي اعمل التوميه. هسلق التوم، هحطه وهو سخن في الكبه، هضربه كويس جدا جدا، وبعدين هجيب على النار لبن ومعاه معلقه نشا، هنزل اللبن بالنشا على التوم بعد ما طحنته كويس قوي، معاهم طبعا رشه الملح، رشه فلفل،
وانزل عليه، وبعدين في الاخر هنزل بسرسوب من الزيت لحد ما يبقى عندي القوام بتاع التوميه مظبوط. ادي كده تمام قوي، وادي هنا الخليط جهز. بسم الله الرحمن الرحيم. نجيب الطاجن اهو، نحط الرز. بسم الله. ينفع طبعا نعمل بقى طواجن صغيره لو احنا عندنا ضيوف ولا حاجه، نعمل طواجن على قد الايه عدد الافراد اللي عندنا. خليط اللبن والكريمة والقشطة والسكر وجوز الهند، وبعدين المكسرات اللي جهزناها بالزبدة، وبعدين مش هسيبها في حالها على كده، لأ، القشطة. أنا هنا مستخدمة قشطة بلدي من عند اللبان، او طبعا وش اللبن اللي احنا غالينه في البيت، اللبن البلدي برضو. وده هيخش الفرن، مش هيقعد كتير، الرز اوريدي مستوي، اللي ما عنديش حاجه بتستوي تانيه، يا دوبك هيشكشك بقى كده مع بعضه وياخد لون من على الوش ظريف. ومتشكرين له جدا. نطفي هنا. شكرا. ناخد الطاجن ده نحطه في التقديم تشوفوه، اللي هو طاجن الفريك، عشان اطلع الطاجن اللي بالعدس من الفرن وادخل بداله طاجن الرز. بسم الله. عشان تشوفوا شكله. خلوا بالكم انا الطاجن ده بحب يبقى فيه شويه مرقه، يعني ما بحبوش مفلفل زي الطاجن اللي باللحمه اللي بالعدس بالذات، انا بحبه يكون فيه شويه مرقه، بيبقى احلى كتير لما بيبقى ناشف مع العدس، بيدي شويه على كشري كده، مش ده اللي احنا عايزينه. وده هندخله هنا، وطبعا مش هنلحق نطلعه، لكن احنا عاملين لكم نسخه هوريها لكم دلوقتي، واحط على وشها شويه مكسرات. بصوا دي النسخه، بصوا طبعا بيتاكل دافي عاده، مش ساقع ابدا، ومش سخن برده لانه بيبقى مولع، بس وصفه لطيفه جدا جدا، وانتوا تقدروا تمشوها بالامكانيات المتاحه عندكم. يعني لو انتوا حاسين ان هي مكلفه شويه زياده وعايزين تقللوا تكلفتها شويه، ايه المشكله؟ عندي شويه لبن بلدي مع شويه وش اللبن وخلاص، مش هحط يا اميره لا كريمه ولا هحط الكلام ده، اوكي. عندي لبن وعندي معلقه سمنه بلدي هحطهم على بعض وهعمل بيهم الطاجن، اوكي ماشي الحال. يا سلام عليكم، ده انا نسيت والله، متشكرين جدا. فعلا المكرونه البشاميل معاكم على الشاشه اهي، وهشرح لكم احنا هنعملها ازاي. فقصدي يعني في الطاجن ده ان احنا هنمشي نفسنا بالامكانيات الموجوده في البيت، شويه لبن، شويه سمنه او شويه قشطه او شويه وش اللبن، وشويه الرز. بعد كده كله بقى كماليات، حطوا بقى ميه ورد، حطوا ميه زهر، حطوا فانيليا، حطوا قرفه، مفيش مكسرات مش مهم، وهكذا. يعني مش مهم ده كل الحاجات دي ايه زياده. طيب المكرونه احنا بنسلقها ونحطها على جنب، بنعصج اللحمه وبنحط عليها العصير الطماطم والصلصه، وبنعمل البشاميل. بعد كده باجي احط طبقه بشاميل تحت على المكرونه، بحط بشاميل وصلصه واقلبهم كويس جدا، احط نصهم عصاج، نص المكرونه تاني، وبعدين بقيه البشاميل على الوش. اذا حبيتوا اخر دقيقتين تحطوا شويه جبنه على الوش، اوكي، بس في اخر دقيقتين بس تحت الشوايه. في اي اسئله احنا نسيناها؟ طيب احنا ايه وقتنا ايه؟
والله. طب حلو قوي. طيب ماشي. طيب فزي ما قلت لكم كده، احب اعيد تاني، الرز استخدمنا كل النشا بتاعه، خلي بالكم ان انا ما حطيتش نشا خالص، وفي الرز بلبن انا بعمل كده وما بحطش نشا خارجي، بستخدم النشا بتاع الرز افيد، ويبقى منه فيه كده ما يبقاش ناشف قوي وماسك نفسه قوي. الصنف ده لطيف جدا انكم ممكن تعملوه وتدخلوه الثلاجه وتخبزوه وقت ما يكون عندكم ناس، فده ممكن يتعمل في العزايم حلو جدا. احنا عملنا تشكيله من الطواجن تنفع جدا للعزايم لان فيها تنوع كبير، وقلنا ان لسان عصفور ممكن يبقى شعريه، يبقى مكرونه، او حتى يبقى رز. الفريك لاخواتنا الصايمين هنشيل منه الزبده، الحمام، وهنستخدمه صيامي، هنعمله بالزيت وهنعمله بنفس الطريقه دي من غير الزبده والشوربه والحمام، هنستخدم ميه وهنستخدم زيت، وممكن ساعتها بقى نضيف بسله بالجزر، ممكن نضيف شويه من الفلفل الرومي والحامي، ونعمله بالخضار فقط لا غير. وصفاتنا النهارده كانت طاجن لسان عصفور اللي باللحمه، طاجن لسان عصفور بالعدس بجبه، وعملنا كمان الفريك بالحمام، وعملنا الرز المعمر اللي بالسكر، هيعجبكم جدا يا رب تجربوه. دايما بفكركم ان احنا معاكم من الاحد للخميس من 4 ل 5 على الهواء، اعاده بالليل الساعه 2:30 الفجر، اعاده تانية الساعه 7 الصبح. اميره شنب، برنامج اميره في المطبخ بالعربي على الفيسبوك cbcsofra.com. استنونا.